بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة الثانية بعد المئة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين. أهلا وسهلا بالشيخ صالح، حياكم الله وبارك حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من حفر الباطن، باعثتها إحدى الأخوات المستمعات من هناك. وقعت في نهاية رسالتها بقولها: أختكم في الله أم حنين. أم حنين عرضنا بعض أسئلة لها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة بقي لها سؤال تقول فيه: بالنسبة لقراءة القرآن، أنا أقرأ سورة أو سورتين كل يوم وأختمه كل 6 أشهر على الأقل، وذلك لأن المرأة يوجد لديها مشاغل كثيرة، فهل علي إثم لأن المدة طويلة؟ وجهوني، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنه ينبغي للمسلم أن يكون مرتبطا بكتاب الله عز وجل، ومن ذلك أن يكثر من تلاوته ما استطاع، فإن في تلاوته الخير والبركة والنور لمن وفقه الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، الحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ويقول سبحانه وتعالى: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلمات ولن تجد من دونه ملتحدا. ويقول سبحانه وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. فتلاوة القرآن فيها فضل عظيم ومغنم للمسلم، وبه حياة القلب ونور البصيرة ونيل الدرجات العالية عند الله سبحانه وتعالى، لأن تلاوته سبب لتدبره والتفقه في معانيه، وأيضا تلاوته وتدبره وسيلة للعمل الصالح، لأن الغاية هو العمل الصالح وعبادة الله سبحانه وتعالى، ولكن التلاوة والتدبر وسيلة لذلك ومعين عليه. وكلما أكثر الإنسان من تلاوة القرآن فهو أفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على تعاهد القرآن وأخبر أنه أشد تفلتا من الإبل في عقولها، وأقصى حد يختم به المسلم القرآن شهر إلى شهر، يعني يقرأ في كل يوم جزءا من القرآن حتى يختمه في تمام الشهر، ولا يتأخر عن شهر، لأنه إذا تأخر عن شهر فإنه يبتعد عن القرآن وينساه ويقسو قلبه. وإن ختمه في كل 10 أيام شهر 3 مرات فهذا أفضل، وإن ختمه في كل 7 أيام فهذا أفضل، إلى 3 أيام إذا ختمه أيضا في كل 3 أيام فهذا أبلغ ما يكون من الإكثار من تلاوة القرآن. الحاصل أنه لا يجوز أن يؤخر القرآن ولا يختمه المسلم إلا في 6 أشهر، يعني في السنة مرتين، هذا جفاء. نعم، هذا جفاء في حق القرآن. فما بال الذين لم يقرأوا القرآن في أعمارهم ولا مضى الشيخ صالح، مع أنهم يقرؤون ويكتبون؟ هذا يعتبر من البعد عن كتاب الله عز وجل والإعراض عنه، وهذا يسبب قسوة قلوبهم. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري إن له معيشة ضنكا، وإن كان هذا في الإعراض عن العمل به، ولكن أيضا الإعراض عن تلاوته يتناوله نصيب من ذلك، فيه وعيد، وإن لم يكن مثل الإعراض عن العمل به لكن فيه وعيد، وهذا من هجر القرآن أيضا. إن عدم تلاوة القرآن في كل الحياة وأن الإنسان لا يقرأ من القرآن رغم أنه يستطيع القراءة، هذا من الجفاء والإعراض والهجر من كتاب الله عز وجل ومن الحرمان العظيم. نعم، جزاكم الله.
بعد هذا ننتقل إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع صالح رجعان. أخونا يقول: إذا مرضت الشاة وقربت من الموت، هل أذكيها أو أدعها تموت بدون زكاة؟ لأن بعض الناس يقولون إنهم سمعوا من بعض العلماء قولهم: لا تذكيها إذا كنت لا تريد أكلها، جزاكم الله خيرا. نعم، ما سمعه هؤلاء من العلماء هو الصحيح، فلا يجوز زكاة الحيوان إلا لأجل أكله، فإذا كان يريد أكله فإنه يذكيه، أما إذا كان لا يريد أكله فإنه لا يذكيه، لأن في هذا إتلافا للمال غير فائدة، ولأن هذا الحيوان ربما يشفى من هذا المرض. فعلى كل حال لا يجوز زكاة الحيوان إلا لأجل أكله إذا كان مما يؤكل. قد نص على هذا أهل العلم، قال: يحرم تزكية الحيوان بغير أكله، أي بقصد إراحته، كما يظن بعض الناس يشتد المرض من الحيوان يقول: أنا أذبحه من أجل إراحته، أو بعضهم يقول: أنا أذبحه لئلا يكون على سبيل الشيطان، وهذا لا يجوز، هذا من الجهل. الحيوان لا يذبح إلا إذا كان مما يؤكل، وكان يقصد أكله، إما يأكله هو بنفسه أو يأكله غيره. جزاك الله خيرا. يقول أخونا: عندما كنت طفلا رضعت من امرأة غير والدتي بطبيعة الحال، وبعدما تزوجت أمرت زوجتي أن تسلم على زوجي هذه المرأة التي أنا رضعت منها، لأنه أصبح أبي من الرضاعة، فهل لها أن تسلم عليه؟ وجهوني لذلك الله خيرا. يعني إذا كانت الرضاعة مربطة حيث رضاعات في الحولين، فإنك تصبح ابنا لهذه المرأة وابنا لزوجها الذي ينسب إليه لبنها، وبالتالي فإنه يكون أبا لك من الرضاع، ويكون محرما لزوجتك كأبيك من النسب، بقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. جزاكم الله خيرا. من السودان مستمع عام ألف ميم ألف، رسالة وضمنها سؤالين. في سؤاله الأول يقول: ما حكم لبس الثوب الأبيض للمرأة المتوفى زوجها؟ هل هو عادة أم عبادة؟ المرأة المتوفى زوجها تلبس ما جرت عادتها للبس، غير يكون فيه زينة، لأنها منهية عن لبس الزينة وقت العدة على من الإحداث، من أحكام الإحداث أنها تتجنب لباس الزينة، فتلبس ما جرت عادته نساء بلدها بلبسه، ولا تلبس شيئا تزعم أنه خاص بالعدة، بعدة الوفاة، لأنه ليس لعدة الوفاة ثياب خاصة، وإنما تلبس ما جرت عادتها بلبسه وعادة بلدها، غير أن يكون فيه زينة. جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا عن حكم خروج النساء ليلا أو نهارا. خروج النساء فيه تفصيل، إذا كان لحاجة مع الاحتشام والتستر فلا بأس به، فخروجها للمسجد للصلاة، للمسجد لسماع الموعظة مع الاحتشام والتستر وعدم التطيب، عدم التعرض للفتنة، فهذا لا بأس به من المباح، ولكن بقاؤها في بيتها أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير له. كذلك إذا كان خروجها لحاجة من أمور دنياها كاكتساب رزقها أو ذهابها لحاجة من الحوائج التي لا يمكن إحضارها إلا بخروجها، إنها تخرج بقدر الحاجة وتكون مع التستر والاحتشام والالتزام وعدم مخالطة الرجال ومزاحمة الرجال. جزاكم الله خيرا. وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من جدة، وباعثها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف ألف ألف. أخونا له عدد من الأسئلة، يقول في أحدها: كيف يعرف الشخص أن الله قبل عباداته؟ لا يعرف هذا أحد، هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، ولكن على الإنسان أن يجتهد في عبادة الله والإخلاص لوجه الله عز وجل وأداء الفرائض والعناية بالنوافل، كما في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول: ما تقرب إلي عبدي أحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الحديث. والحاصل أن الإنسان يجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى، وفي مقدمة ذلك أداء الفرائض، وأما
القبول فهو عند الله سبحانه وتعالى. عليه أن يعتني بأسباب القبول أيضا لأن يؤدي العبادة على وجهها المشروع الموافق لشريعة الله سبحانه وتعالى، وأن يخلص فيها فلا يكون فيها رياء ولا يكون فيها سمعة ولا يكون فيها طمع فطلب طمع من مطامع الدنيا. هذه أسباب القبول، هذه أسباب القبول. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل الكلام في المجالس عن بعض الأشخاص بغير قصد يعتبر غيبة؟ وما هي كفارة الغيبة؟ الكلام للأشخاص في المجالس وهم غائبون يعتبر إذا كان بما يكرهون، إذا كان بما يكرهونه هذا غيبة. قوله صلى الله عليه وسلم: غيبة ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فلا يجوز الكلام في الناس في المجالس بما يكرهونه من خصالهم أو أفعالهم، لأن هذا هو الغيبة التي قال الله سبحانه وتعالى فيها: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، فاتقوا الله إن الله التواب الرحيم. والغيبة من الكبائر، كفارتها أن يستسمح الإنسان الشخص الذي اغتابه إذا كان لا يترتب على طلب المسامحة منه مفسدة أكبر، بأن يغضب أو يحصل منه رد فعل، إنه يستسمحه ويطلب منه المسامحة. أما إذا كان ترتب على ذلك مفسدة أعظم فإنه يدعو له ويثني عليه في المجالس التي كان يغتابه فيها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كيف يطرد الإنسان وسواس الشيطان وهو في الصلاة؟ يطرد ذلك في أمور، منها استحضار عظمة الله سبحانه وتعالى الذي هو واقف بين يديه، ومنها الإنصات بكلام الله عز وجل إذا كان يقرأه أو يسمعه من الإمام، يعني ينصت قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن واستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم بعد الاستفتاح قبل قراءة الفاتحة، هذا مما يسبب طرد الشيطان عنه. وكذلك عدم الاسترسال مع الوسواس، يعني يقطعه الإنسان ويقبل على صلاته ولا يسترسل مع الوساوس. جزاكم الله خيرا. ما هي عوامل تقوية الإيمان؟ عوامل تقوية الإيمان أكثر من الأعمال الصالحة، لأن الأعمال الصالحة تقوي الإيمان وتزيده. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قال سبحانه وتعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. قال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة إنهم يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فمما يقوي الإيمان الإكثار من تلاوة كتاب الله تدبره، والاعتبار بما ذكره الله في هذا القرآن العظيم من العبر والمواعظ، هذا يقوي الإيمان. إكثار من ذكر الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الابتعاد عن المعاصي، لأن المعاصي تنقص الإيمان. وقد ذكر العلماء رحمه الله في تاريخ الإيمان أنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز للمعتمر والحاج أن يحمل كتابا يشتمل على أدعية في الأشواط السبعة؟ لا، لا ينبغي هذا. ينبغي أن الإنسان يدعو بما تيسر، بما تيسر من الأدعية، غير أن يتقيد بكتاب أو يتقيد بمطوف يردد ما يقوله. هل عليه أن يدعو لنفسه بما تيسر، ولا يرفع صوته بالدعاء أيضا، ولو اكتفى بقراءة القرآن أو قراءة سور من القرآن وهو يطوف، أو أيضا اكتفى بالتسبيح والتهليل والتكبير في أثناء الطواف، كل هذا من ذكر الله عز وجل ومن الدعاء، دعاء العبادة. ليس بلازم أن الإنسان يحمل معه كتابا، أولا لأن الكتاب يشغله القراءة فيه عن حضور القلب للدعاء، وثانيا أن التقيد بدعاء معين تحتاج إلى دليل، ولا دليل في ذلك. جزاكم الله خيرا. شيخ صالح، ربما اكتشفتم مع غيركم جزاكم الله خيرا أن بعض العوام عندما يريد أن يدعو ربما لا يعرف ماذا يقول، وهذا مشاهد معروف لدى كثير من العوام، ولا سيما أولئك الذين لم يقرأوا ولم يكتبوا. فهم يستفيدوا من هؤلاء من هذه الكتب، أو يستفيدوا من أولئك الذين يلقنونهم الدعاء تلقينا. هل من توجه الشيخ صالح؟ أولا، الدعاء في الطواف ليس بواجب.
لو طاف بالبيت دون أن يتكلم بشيء ودون أن يدعو، لو طاف وهو صامت فطوافه صحيح، لأن المقصود هو الطواف بالبيت، يعني أن يطوف به سبعة أشواط وهذا عبادة. أما الدعاء فهو زيادة خير، إن حصل فهو تكميل، وإن لم يحصل فليس بواجب. وأيضا إذا كان لا يحسن الدعاء فربما يقرأ قبل الطواف، قبل أن يبدأ الطواف يقرأ في كتابه ويحفظ من الأدعية التي فيه، ثم إذا جاء يطوف يقول هذه الأدعية. جزاكم الله خيرا شيخ صالح. لعله من المشاهد المعروف كما تلاحظون جزاكم الله خيرا أن المرء عندما يريد أمرا من أمور الدنيا يخطط، وربما استعان بالآخرين كي يرسموا له خرائط وما أشبه ذلك، بينما إذا أراد أن يشرع في أمر العبادة لا يستعد إلا استعدادا ضعيفا. أطمع في توجيه في هذا المقام شيخ صالح. نعم، هذا أمر مهم جدا أن الإنسان يتفقه في أمور دينه قبل أن يشرع فيها، يعني يتعلم كيف يؤدي هذه العبادات على الوجه المطلوب قبل أن يشرع فيها، أن الله سبحانه وتعالى بدأ بالعلم قبل القول والعمل. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، لأن العمل مؤسس على العلم، فإذا فقد الأساس لم يستقم البناء. يتعلم الإنسان أحكام الحج قبل أن يحج، تعلم أحكام الصيام، تعلم أحكام الصلاة، أحكام الزكاة قبل أن يشرع فيها، هذا مطلوب من المسلم. وإذا كان لا يستطيع أن يتعلم بنفسه عليه أن يسأل أهل العلم، قال الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذن على المرء كما تفضلتم أن يهتم بأمور دينه أكثر مما يهتم بأمور دنيا. لا شك في هذا، فلا نجاة له إلا بذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل على الراتب زكاة؟ نعم، إذا توفر عند الإنسان شيء من النقود وحال عليها الحول إنه يجب عليها أن يزكيها، سواء كانت من الراتب أو من غيره تبلغ النصاب. نعم، إذا توفر عنده نقود تبلغ النصاب وحال عليها الحول فإنه يجب فيها الزكاة ربع العشر، سواء كانت من الراتب أو من ميراث أو من هبة أو غير ذلك، وسواء كانت ادخرها لزواج أو لشراء بيت أو لغير ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لعل البعض شيخ صالح يجهل كيفية تزكية الراتب، هل من طريق توصلونه إليهم؟ تزكية الراتب كتزكية غيره، إذا حال عليه الحول وهو يبلغ النصاب فإنه يزكيه. لكن لا شق عليه تقيد بحول كل راتب، فهذا له أن يخصص وقتا معينا من السنة يخرج فيه زكاة ما تجمع لديه في هذا الموعد إلى مثله من العام القادم، ويكون ما تم حوله قد أخرج زكاته بوقتها، وما لم يتم حوله فقد عجلها. أي تعجيل الزكاة في حال بمعنى أنه في الإمكان أن يزكي راتب محرم هذا العام في محرم العام القادم وسفر في السفر القادم وهكذا، أو يجبها جميعا مثلا في رمضان أو في ذي الحجة. زكي في رمضان مثلا، زكي في رمضان جميع ما لديه مما تم حوله وما لم يتم حوله. هذه طريق. والطريق الآخر؟ الطريق الآخر صعب، هو أن يتقيد بإخراج زكاة كل مبلغ عند تمام حوله. بمعنى ما توفر من راتب محرم يزكي في محرم القادم وهكذا. نعم، وما توفر من راتب سفر في سفر القادم وهكذا، يعني معنى كل شهر يخرج عن العام القادم. جزاكم الله خيرا. سمعت أن مجاهدة النفس من أعظم الجهاد، كيف يكون ذلك؟ ليس هذا بصحيح. أظن الجهاد جهاد في سبيل الله عز وجل. نعم، مجاهدة النفس مطلوبة، لكن ليست هي أعظم الجهاد، لأن أعظم الجهاد جهاد في سبيل الله، جهاد الكفار والمنافقين، لكن جهاد النفس لا شك أنه من أنواع الجهاد، ومن لم يجاهد نفسه لا يستطيع جهاد عدوه. جزاكم الله خيرا. شخص سرق وتاب إلى الله من ذلك، ولكن تصرف في المسروقات ولا يعرف بعض أصحاب المسروقات، فماذا يفعل؟ وإذا تعرف على أحدهم لكن يخشى إن اعترف له بسبب ذلك أن يسبب له مشاكل، فهل له أن يقدر قيمة المسروقات ويتصدق بها بنية أصحابها؟ وهل تقبل الصدقة للأقارب
المحتاجين كالأيتام والعجزة جزاكم الله خيرا. السرقة من كبائر الذنوب، حرم الله سبحانه وتعالى السرقة ولعن السارق وأمر بقطع يده وإقامة الحد عليه، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. السرقة جريمة كبيرة من كبائر الذنوب، ولكن من تاب تاب الله عليه، فإذا تاب السارق توبة صحيحة تاب الله عليه، التوبة مقبولة إذا صحت بشروطها. وأما ما تجمع لديه من مبالغ إن كان يعرف أصحابها فإنه يردها إليهم ويطلب منهم المسامحة. قوله صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، يعني يوم القيامة. إن كان له حسنات أخذ من حسناته فأعطي المظلومين، وإن لم يكن له حسنات أخذ من أو له حسنات وفنيت إنه يؤخذ من سيئات المظلومين تطرح عليه ويطرح في النار، فالخطر شديد. وإذا كان لا يعرف أصحابها فعليه أن يتصدق بها على نية أن الأجر لأصحابها، وأما هو فليس له في ذلك أجر وإنما يتخلص من هذه الأموال التي لا تحل له. نعم جزاكم الله خيرا. إذا تخلص الإنسان شيخ صالح من المعصية ألا يكون مأجورا؟ مأجورا على غير الصدقة، يعني ليس له أجر الصدقة، يكون يؤجر على تخلصه هذا شيء آخر. إذا يكون مأجور والحال مالك مأجور من أجل الخوف من الله والتخلص، أما أجل الصدقة فيكون لصاحب الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يا أخ ألف ألف ميم من جدة، سنعود إلى رسالتك في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. شيخ صالح في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح. أنتم يا مستمعي الكرام، شكرا.